هو انا مش قلت لك 100 مره ما تزاولنيش في اوضه؟ ها، لازم تعمل لبش وجو ليه كده؟ ليه تستفزيني وتخليني بديد عليك؟ عاجبك حالك كده؟ رد عليا، عاجبك حالك كده؟ اركب لك ازاي رجليك اللي اتكسرت دلوقتي دي؟ هتنط ازاي دلوقتي انت؟ ها فهمني، ما تردش عليا. طيب انا عارف انت زعلان مني، انا عارف، بس انا يا عم هصالحك المره دي عشان انت بس صديقي العزيز، بس انت صديقي العزيز. تحب تاكل ايه؟ انا عارف يا خربوزه، انت عارف انت اكلتك المفضله ايه. خد يلا افتح بقك، انا يا كب افتح بقك، يلا افتح بقك، افتح بقك يلا. اوه كلها كلها هم هم يا جمل، هم يا جمل، كلها كلها لوحدك، كلها لوحدك. الله جميل، خلص بس وهجيب لك حاجة تانية تاكل عشان انا عارف ان انت عايز عليا وصديقي اللزوز. تاكل ايه؟ في دبان، في دبان، بس هستناك لما تخلص يعني اللي انت بتاكله ده. يا سلام يا سلام يا ولد، ما توقعش على الارض، ما توقعش على الارض، انزل جاب، انزل جاب برضو. طيب خد خد دبان، خد دبان بالراحة بالراحة بالراحة، ما تبقاش طفص. ايوه كده، قرقش قرقش، ايه رايك؟ يبقى اخي مقرمش، اظن مفيش حد هيخدمك الختمة دي. ها مش انا باتك دي، رد عليا، محدش هيخدمك الخدمة دي، يبقى جميع انواع الحشرات. بالراحة بالراحة، ما تخربش سنانك هتتكسر. خلاص كلها عشان مفيش حد هياكل بعديك، وانا مش هرمي اكل. اعمل لك ايه طيب انا اكتر من كده؟ كل كويس، قول لي بقى يا سيدي اللي جابك اوضتي. ما عنديش حاجه هنا تتاكل الا الحاجات دي. حاضر جاي ثواني، ما عنديش حاجه تتاكل الا الحاجات دي. طب تاكل خفيزة حمرا؟ طيب طعمها احسن من اللي معاك. يلا اسمع الكلام يلا، انت فاضي، انت عمال تاكل في التانية دي، عمال تاكل. ما عندكش عيال؟ طيب انت مش هتسيب حاجة لمراتك؟ يا اخي انتوا الرجالة يا اخي، كرشك ده بص بص، كرشك المنفوخ ده مش عاجبني، كرشك. اوعي اوعي، وقعت الاكل، يا حيوان يا حيوان. صعبان علي، هعمل ايه؟ ما بيهونش عليا زي ما انت بقول عليك. كل خد امسك، افتح بقك، هتوقع. يلا تسع حمرا، اظن محدش بيقدم لك الخدمه دي زيي. وقعتها برضه، تصدق انت حيوان، والله انت حيوان، ما تبصليش كده. خد كبير اهي، عارف دي وقعت منك قبل كده؟ اوعى بقى، اوعى بقى خصمني، اوعى بقى سيبيني، اوعى، ولا مش هكلمك تاني. لا لا ما تشدنيش، ما تشدي، اوعى ايدي، مش هكلمك تاني، مش هكلمك، اوعى امشي. وخد دي معاك، خد مش رجلك دي، خدها معاك وامشي يا عم، ما تكلمنيش تاني، امسك امسك، ما تجيش اوضتي تاني عشان انا اتخنقت منك. يلا سلام عليكم.